جزاكم الله خيرا. كثير من أسئلة النظر شيخ صالح توضح أن بعض الذين ينظرون يوقعون أنفسهم في شيء قد لا يستطيعون الوفاء به، لعل لكم توجيه بعد هذا السؤال. قد وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع بما يشفي ويكفي. قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا تنذروا. جاء في بعض الروايات النهي عن النذر، وذلك لأن الإنسان يدخل نفسه في مشقة وحرج، فقد ينذر نذرا يثقل عليه فعله أو لا يستطيع فعله، وكان من الأول بعافية وفي سعة. فعلى المسلمين أن يتركوا النذور، يعني لا عليهم أن لا ينذروا من الأول، عليهم أن لا ينذروا. قد جعلهم الله في سعة، من أراد أن يعمل الخير فليعمله بدون نذر، ومن لم يرد فإنه لا يجب عليه إلا ما أوجبه الله عليه. أما إذا نذر الإنسان، سواء كان نذرا معلقا أو نذرا معجلا، وكان نذر طاعة، فإنه يجب عليه الوفاء به، ويكون دينا في ذمته لله عز وجل، لا تبرأ إلا بأداء هذا النذر.